متابعينا الكرام اهلا وسهلا، مرحبا بكم فيديو جديد نهار جديد تاريخ 23/5/2024. كنتواجدوا مباشرة من السوق الأسبوعي أغوري التابع لعمالة الحجم. بقاو معنا في هذا الفيديو هذا، نحاول نقرب لكم أثمنة مختلف أنواع رؤوس الأغنام، حوالة خفان خروفات نعجات وجديان بالجملة وبالفرادي. بقاو معنا متابعينا الكرام، فرجة ممتعة للجميع. السوق انت كتشوف السوق راه ما كاين لا بيع لا شراء، سمعوا هاد الحوالا غيدخلوا جمعوا الناس، ما كان لا سوق لا والو، قالوا مساكن الكسابات لا ودق، سيروا الفلوس، مشات الفلوس اللي عطاه العلف عطاه اللي مشى ضاعوا ضاعوا الكسابه، والله الا ضاعوا المعقول كنهضر معاك بالمعقول، ضاعوا دخلوا الكسيبه، الكسيبه ديالهم بقات لهم ما كانش اللي كيسال عليهم. انت كتشوف السوق كاين شي بيع وشراء، شوف السوق خاوي كيصفر، ما بقى لا بيع لا شراء حتى شي حاجه، كيجيب الكساب كيسير على الكسيبه كيسير عليها 400 في النهار، 400 في الحولي كياكلها في النهار ديال العلف ديال العلف، هو بقى لهم كلشي بقى لهم في الراس. راه عندنا الكسيبه، عندنا الكسيبه شايطه، دخلوا لنا الكسيبه باش نطيحوا باش نتهرسوا بيناتنا، ما بقى والو عندنا. كي داير السوق اليوم؟ خويا زوين زوين السوق، راك عارف مع العواش على جو، العواش الثمن كاين، الثمن كاين لا في الخروف لا في النعجه لا في الشدي لا في المعزله، تبارك الله الثمن هذا العام راه كاين، وهنا الخير موجود، كاين المليح كاين تبارك الله، المهم كل شيء مزيان هذا الساعه، اللهم لك الحمد، الربيع كاين. كاين الشاري اليوم؟ كاين الشاري، كاين الشاري، كاين الكسيبه، كاين كاين الشاري. اليوم دخلت السوق، اليوم دخلت الكسيبه السوق. دخلت الكسيبه السوق، كاين غير موجود، هو تبارك الله موجود، الخرم موجود، المهم باش نقول لك راه تبارك الله الخير موجود، هذا الشيء اللي كنشوفو زعما تبارك الله ما خاص حتى حاجه، كل شيء مزيان هذا الساعه، اللهم لك. اللهم بارك المليح، مليح اللهم بارك. وغيوري لنا مولاه السنان، السن سنان الحليب، هانتوما اللهم بارك السن سنان الحليب، الحليب. ولعوا معنا متابعينا الكرام في هذا الخير هذا، تبارك الله اللهم بارك. شحال الخير عطاوك عمي هنايا؟ 97 عطاو؟ 97 عطاو 4850 درهم عطيهم، 97000 ريال. هانتوما تولعوا معنا متابعينا الكرام من جميع الجوانب ديالنا، حولي مليح اللهم بارك. وصلنا الحليب شحال باش قطعوا العميم؟ 110 قطعوا ب 5500 درهم. كي داير السوق اليوم؟ مزيان كاين الثمن، كاين الثمن، هانتوما اللهم بارك الخير هذا، قطعوا ب 5500 درهم، الله يجيب الشاري يا رب، اللهم بارك. حولي مليح تبارك الله، خير المولى. كي داير السن عمير؟ عاد كيطلع، عاد كيطلع. كي داير السوق اليوم؟ كاين الثمن، وهاد الخير شحال دابا باش قطعوا هذا؟ 100 عطاو 4500 درهم، عطاو 90000 ريال، وكيطلب 5000 درهم، 100000 ريال، الله يجيب الشاري عمي، عطينو 2250 درهم، 45000 ريال عطينو في هاد الخير. هاد الخير اللهم بارك عطينو 43150 درهم، 43 شحال باش قطعوا عمي؟ 44 قطعهم ب 2200 درهم. شهاده قضيتها. كي داير السوق اليوم؟ وطلق تلقى جمال جاب. كاين الثمن. يا والشاري؟ اللهم بارك. شحال عطاو فهاد الخير هذا؟ 47500 عطيني 47500 ما شاء الله اللهم بارك. شحال باش قطعوا؟ 50 كي داير السوق اليوم؟ شي الثمن ما كاينش الثمن مناسب الله يجيب الشاري. هانتوما الخير هذا اللهم بارك. شحال عطاك فهاد الخير هذا؟ 43 هانتوما الخير هذا اللهم بارك، عطينو 2150 درهم. شحال باش قطعوا؟
46 عطاوها لنا 46 اش قطعوا كي داير السوق اليوم؟ السوق اخويا الثمن اليوم الشاري الشاري ما كاينش الله يجيب الشاري يا خويا اللهم بارك خير هذا اللهم بارك عاطين فيه 3785 درهم 75500 عاطينو فهاد الخير هذا السن كي دايرين؟ 3 تنين و3 تسنى الحليب شحال باش قطعو ما خير الثمن؟ 84 قطعو ب 4000 درهم بعديهم بعدا بعديهم كي داير السوق اليوم؟ السوق اليوم كاين الثمن وين شي مخرج ما كاينش لا خرفان ملاح تبارك الله اش عطاو فهاد الخير الرئيس؟ خويا عطانا 51 طيب 2550 درهم عاطينو انتم اللهم بارك امولو ادلو يا حولي وقط قطعو 2700 درهم ضمنا خو كي داير السوق عمي اليوم؟ السوق اليوم شويه انتم اللهم هذا الخير اش عطاو فيه هذا؟ 86 86 4300 درهم وهذا؟ هذا عطاو فيه 70 عطاو فيه 70 3500 درهم ما زوين انتم اللهم بارك الخير هذا خير اللهم بارك تباع ب 3870 درهم 77000 ريال اللهم بارك باش تباع الخير هذا خير هذا اللهم بارك عطين 2150 درهم 43000 ريال عطين خير هذا اللهم بارك عطين فيه 3575 درهم 71500 عطين وفات خير هذا اللهم بارك اللهم بارك خير هذا عطين 2600 درهم 52000 ريال السن سنة الحليب ما شاء الله اللهم بارك لا كيفاش باش كنا تبعنا اخي التامن الشركين لا راه ما زدنا 100 ريال ديال الفرنك ديالنا حنا ما نعرفوش انا واش خير هذا هذا خو 48 عطيني 300 عطيني 2400 340 الف ريال بارك خير هاد الدمونه تبارك الله اللهم بارك الله الحمد السن كي داير في السنه هانتوما غير سنه الحليب هانتوما سنه الحليب وهذا حتى هو سنة الحليب هانتوما اللهم بارك شحال عطاوك فهاد الخير اخويا؟ عطاو 77 عطينو 77000 ريال 3850 درهم هانتوما حولان مليح تبارك الله اللهم بارك هانتوما هاد الخير اللهم بارك كيداير في السن عمي هذا؟ كيداير في السن؟ السنة ديالو كيداير في السن؟ هانتوما اللهم بارك شحال عطاك فهاد الخير عمي؟ 80 خلصوا ب 80 خلصوا ب 4000 درهم 65 هذا 74 هذا 65 3250 وهذا ب 74 3700 درهم الله يجيب الشريعة الله يبارك عطينا 2300 درهم 46000 ريال عطينا فهاد الخير هذا اللهم بارك نعطينو 2100 درهم 42 شحال باش قطعوا معاه 140 كيقول فيهم 2400 درهم كي داير السوق شي شويه الله يجيب الشريعه امين بارك كيطلب فيهم 2400 درهم نعطينو 2100 درهم انتما الخير الله يبارك يا عمت يا عمت يا عمت يا عمت يا
الله يحفظك بارك الخير هذا عطينو 2350 درهم 47 درهم عطينو بارك الخير هذا مبارك مبارك 51 واصلين هذا عطين 2550 درهم 51000 ريال خرفان الملاح تبارك الله تبارك الله مبارك خير هذا خير 45 خير هذا 2250 درهم تبع 3100 درهم 62 باش تبع مجموع تبع 62000 ريال خير هذا الخير هذا عطينو 4300 درهم وقاطعو 4500 90000 ريال باش قاطعو السن كي داير السن رباعي السن رباعي هانتوما اللهم بارك خير هذا اللهم بارك عطينو 1775 درهم 35500 عطينو بهاد الخير بارك خير الله مبارك عطيلو 2000 درهم 40 فري عطيلو بارك خير الله مبارك عطيلو 1770 درهم 34400 عطيلو بارك خير الله مبارك الله مبارك 2300 درهم 46000 ريال 46000 ريال الله مبارك الله عطينو 2550 درهم 51000 ريال عطينو بارك الله فيك عطينو 2550 درهم 51000 ريال عطينو بارك الله فيك اللهم بارك السن فيه كيداير السن يلاه رس تنايا شحال باش خديتي هاد الخير هذا 74 3700 درهم اللهم بارك خلصات عطيني فهاد الخير عمي عطاو 30 1500 درهم عطيني فهاد الخير 1500 درهم ديال الحليب خروفات السن سنان الحليب كي داير السوق اليوم ما كاينش رخام ما كاينش الشاري قليل بشحال بشحال اللهم الله مبارك الخير هذا عطيني 1500 درهم اللهم بارك خروفات لا خروفات ملاح تبارك الله ديال اكل الموس خروفات ملاح ديال اكل الموس عطاوك فهاد الخير الحبيب عطاونا 36 عطاوك 36 هانتوما اللهم بارك عطينو 1800 درهم خروفات ملاح سمان تبارك الله 1800 درهم عطينو اللهم بارك كي داير السوق اليوم الحبيب اخويا اليوم السوق راسي ما كاينش بيع وشراء ولا الثمن كاين الثمن كاين شرا شويه لحافز شحال باش قطعت الخير هذا؟ وقف عليهم 38 ما عطانا حتى 38 ما جبش عطيني فيهم 1300 درهم 26 درهم خير هذا اللهم بارك هذا اللهم بارك خرافات سمسنا الحليب عطيني فيهم 1375 درهم
27500 يعطيك الله خير انتم اللهم بارك. اللهم بارك خرفات يعطيك 2050 درهم مو 2050 اللهم بارك 1700 درهم 94000 ريال يعطيك الله بارك خروفات ملاح مولاهم كيطلب فيهم 1600 درهم 32000 ريال كيطلب فيهم ما شاء الله اللهم بارك الله يجيب الشريف خروفات ملاح تبارك الله السمونية كاينة منو 1850 درهم 37000 ريال يعطيهم الله خير خروفات ملاح تبارك الله عطيت 1825 درهم 36500 عطيت الله خير اللهم بارك اللهم بارك خروفة حمراء عطيت 1750 درهم 35000 ريال عطيت الله خير اللهم بارك هانتوما خير هذا اللي يعطيني 1750 درهم 35000 ريال خروف عطيت فيها 1700 درهم 34000 ريال عطيني اللهم بارك خروف عطيت فيها 1450 درهم 29000 ريال عطيني خير هذا راجل ديال الزنزانة ما تخلقش وراح 29000 ريال عطيني خير هذا وينين اكثر؟ مليحة. إذا خويا في السنة الحبيب هذيك السن. السن الحبيب السن كبير. كاين السن الراية وكاين السداس وكاين الجمال. وشحال عندنا ديال الخرفة ديال الكرتون؟ خمسة خرفة ديال الكرتون. أنتم اللهم بارك خلق ديالك البيت يعني تبارك الله. لا. شحال عطاوك الحبيب هنا؟ 3400 درهم 68 ريال أنتم اللهم بارك. خلي رقم التليفون ديالك باش تواجد عليك. ايه 72 06 06 72 33 72 150 انتم اللي بغا شي حاجه يتواصل معها انتم وطلع العجا مليحه خلفها العجا ملاح اللي خصو شي حاجه يتواصل معها على الهاتف العجا مليحه كي دايره في السنه اخويا؟ السنه كاينه الجمعه الجمعه هو اللي كاين الجمعه هو اللي كاين والملاح الجمعه عامره اللهم بارك تنعطيك شحال عندها من خروفه شحال عندها من خروف؟ نص 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 اييه انتم اللهم بارك نوريكم الخرفان ديالها شحال عطاكم هنايا؟ 56 2800 درهم هانتوما اللهم بارك جا مليحة تبارك الله وها الخرفان ديالها اللهم بارك عندها خروف خرفان ملاح 56 2800 فيها السداس فيها الجمع فيها السداس وفيها الجمع ضاره ولا لا؟ ضاره انتم اللهم بارك العجا مليحه ومولاها قال لكم السن كيدير السن فيها السداس وفيها الجمع فيها السداس وفيها الجمع فيها 10 ديال 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 السداس وفيها 15 جمع شحال ديال الخير عطاكم فيها؟ 42000 عطينو 2100 درهم انتم اللهم بارك مرحبا تولعوا معنا متابعينا الكرام الخيرات ديال جدي عطينو 2100 درهم فهاد الخيرات اللهم بارك 2100 درهم عطينو فهاد الخيرات اللهم بارك وهاد الخيرات اللهم بارك عطينو 2000 درهم تولعوا معنا متابعينا الكرام الخيرات ديال جدي اللهم بارك بارك جدي هذا عطين فيه 1800 درهم 36000 ريال عطينو فهاد الخيرات اللهم بارك وهاد الخير هذا؟ هذا عاطين فيه 1650 درهم 33000 ريال. اللهم بارك. المعزاز عطاو 1270 درهم جملة المعزاز. والجديان الكرة عاطين 1350 درهم 27000 ريال
كدير في السنان؟ السنان الحليب. السنان الحليب. السنان الحليب. عطينو 1400 درهم، 28 فري عطينو فتح الحلال، اللهم بارك. الله يجيب الشاري. بارك الله فيك. السنان الحليب صافي. السنان الحليب قطعوا مولاه 1700 درهم، 34 فري باش قطعوا. اللهم بارك. عطينو 1350 درهم جميع. شنو البلاصة هادو منين؟ مازالت عطين 1350 درهم هادي والدات 1350 درهم عطين.